تقول منذ 25 سنة حجزت فرضي ولم أرمي الجمرات، فطلب مني أخو زوجي أن يرمي الجمرات عني، فهل بذلك كفارة؟ فيه كفارة. إذا رمى أحد عن أحد، إذا رمى الجمرات أحد عن أحد والمرمي عنه يستطيع، فإن رمي الثاني لا يجزئ، لأن الواجب أن يرمي الإنسان عن نفسه بنفسه لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما إذا كان لا يستطيع فلا بأس أن يرمي عنه أحد من الناس الذين حجوا معه في هذا العام. فلتنظر هذه المرأة السائلة وتفكر هل هي تستطيع أن ترمي ولو بعد العصر أو في الليل، فإن عليها دما يذبح في مكة ويوزع الفقراء، وإن كانت لا تستطيع لا ليلا ولا نهارا فالرمي عنها صحيح.